ينضم إلينا في الاستوديو دكتور تامر قرموط، أستاذ السياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. لنبدأ أولا بتصاعد وتيرة القصف، ونحن نرى هذه المشاهد لاستهداف أحياء كاملة ومباني وعائلات كاملة، وإلى أين يأخذنا ذلك؟ أخي أحمد، يعني واضح أن الأمور متصاعدة، ولسه قبل فترة وجيزة نتنياهو خرج علينا وقال أنه العملية البرية هي أمر محسوم ولكن يترك توقيتها للمجلس العسكري. فبالتالي يبدو أنه هذا كله، العنف الشديد والتدمير الشديد، هو تحضير أو تمهيد للعملية البرية. هذا وجهة نظري، منظوري الأمور. يعني اللي بتعمل اسرائيل هلا بتعمل، انا مش خبير عسكري بس من يعني ملاحظاتي، سماعي لكلام الناس اللي عايشين في غزه، الاصدقاء، انه اللي هو الحزام الناري، يعني بتضرب بشده، بتدمر وبتمهد، ل يبدو انه هذا التمهيد للعمليه البريه. فانا شايف ان الامور رايحه باتجاه تصعيد خطير وليس وقف اطلاق نار او اي من الكلام هذا اللي بنسمعه هلا، اللي بنادي فيه بتنادي فيه الامم المتحده، بتنادي فيه دول كثيره، فللأسف رايحين في تصعيد. في الإشارة للأمم المتحدة، رأينا هذا الهجوم الإسرائيلي وهذا الرد من الأمم المتحدة، تحديدا محاولة تصوير كل الأمر وكأنه بدأ في 7 من أكتوبر، حتى الهجوم على وسائل الإعلام ومحاولة حتى تحليها بالتوازن، هجوم استباقي، إلى أي مدى يؤتي ثمار؟ طبعا أستاذ أحمد، هي الحرب مش بس حرب على الأرض، هي حرب على السردية أو على النراتيف نفسه. فمن المنظور الإسرائيلي والمنظور الغربي الداعم له، طبعا دائما في محاولة لتهميش أو إنه ما يكون في وجود الخلفية التي سبقت هذا الصراع، اللي هي أهم، اللي هي جذور المشكلة، اللي هو الاحتلال واستمراريته وكل الظروف القاسية بيعيشها شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة كمان. فطبعا من صالحهم علشان يحافظوا على السردية تبعتهم إنه يبدأوا إنه تكون نقطة انطلاقة الأحداث من تاريخ 7/7. فبالتالي الخطاب هذا والهجمة الشرسة كمان على غوتيريش السكرتير عام الأمم المتحدة برضه بتيجي من هذا المنظور، إنه يكون النراتيف أو السردية هي بداية هجوم حركة حماس على إسرائيل وإلغاء كل ما سبق يعني. وهذا مهم جدا طبعا عشان يضلهم حاشدين التعاطف الدولي معهم، الشارع الغربي بالذات. فمهم جدا هذا بالنسبة لهم، استراتيجية حرب برضه، السيطرة على الإعلام، السيطرة على الناراتيف والسياق كله يعني، فكله بيجي بهذا الإطار. اليوم تابعنا كذلك موقفين مختلفين من الرئيس الأمريكي، الإشارة الأولى إلى ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية، وأن ذلك يصب الزيت على النار، لكنه لم يدن ذلك صراحة، والتشكيك حتى في الأرقام التي تطلقها وزارة الصحة في غزة، وما تفعله بعض وسائل الإعلام من التأكيد على أنها التي تسيطر عليها حركة حماس. ما المسعى من ذلك؟ يعني بصراحة من الصعب تحليل موقف الرئيس الأمريكي إذا كان هو لحالته الذهنية أو لموقف سياسي هو متخذه، لكن في انفصام كبير في المواقف اللي بتتخذها. ولكن إذا بدنا نعطي أي بعد تحليلي على فرض أنه هي مواقف، يعني هي طالعة منه موقف هو ماخذه أو الإدارة ماخذه، لربما هو ما بده تصعيد في الضفة. يعني ربما بالنسبة لهم الأحداث اللي حاصلة في غزة أحداث كبيرة، وهم لحد هلأ يعني مش شايفين مخرج منها، أو الأمور لسه متسارعة، فبالتالي ما بدهم يفتحوا جبهة في الضفة الغربية. فبوجهوا رسالة لإسرائيل إنه على الأقل حاولي تحتوي الضفة وتمنعي تصعيد أكثر في الضفة علشان نركز على قطاع غزة. فتبدو لي الأمور من هذا المنظور هي تكتيكية أكثر. طبعا بالنسبة لهم كل ما تخرج به حركة حماس من تصريحات وغيره، هلا بالنسبه لهم حركه حماس بحكم يعني هي حركه بيعتبروها حركه ارهابيه من زمان يعني، بس هلا خلص بسووها بداعش يعني. فهون محاوله تماما محاوله انهم يقضوا على اي مصداقيه واي شرعيه لحركه حماس من اي منظور، حتى اذا كان اعلامي او تصريحات او غيره. وهذا جزء طبعا من استراتيجيه الحرب يعني، اللي لا اكثر ولا اقل يعني. فهي بدهم يفصلوا الضفه او يحيدوا الضفه حاليا، ويحاولوا يهدوا الامور في الضفه عشان يركزوا على القطاع ويحاولوا ينفذوا أهدافهم اللي هي بتتمثل إلى الآن بالقضاء على حكم حركة حماس.